العلاقات السعودية الآسيوية تتجاوز المكاسب الاقتصادية لتشمل تموضعا استراتيجيا يضمن أمن القارة ويوسع نفوذها دوليا، دبلوماسية فعالة للحوار البناء وتحقيق المصالح المشتركة، اقتصاد قوي بمعدلات نمو قياسية، وصمام أمان الطاقة عالميا، عوامل شكلت جميعها مرتكزات متينة لأفضل نماذج العلاقات الدولية التي تربط المملكة بالدول الصديقة والشقيقة ومنها بالطبع الآسيوية. تشابك المصالح بين السعودية والدول الآسيوية فتح آفاقا واعدة للتعاون على المستويات كافة، اقتصاديا تنمويا سياسيا وثقافيا، مع التركيز على أدوات المستقبل كالتقنية والتكنولوجيا والطاقة الخضراء، مجالات عززت استثمار الفرص والموارد على الوجه الأمثل وتنمية رأس المال البشري. جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية خلال نوفمبر الماضي فتحت نوافذ جديدة في العمق الآسيوي بما لدوله من اقتصاد واعد ولمكانة المملكة ورؤيتها 2030 من قوة دفع نحو المستقبل، فسباق الشراكات النوعية معها لا يتوقف. أنا نسعى لتكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويأثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد. جاءت الجولة الآسيوية للأمير محمد بن سلمان امتداداً لاهتمام المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتنويع شراكاتها على قاعدة الربح للجميع والبناء على المشتركات لتوطيد الوفاق الإنساني قبل السياسي وتفعيل أطر التعاون والتشاور والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية والأمن والاستقرار لآسيا والعالم.